انا خويا سميتنا عصام من مدينه مدين ملال. انا الزوج ديال ديك الدريه خديجه الطاطواج، تلاقيت بها وهذه وتزوجت بها، تزوجت على سنة الله ورسول الله، مشيت عند والديها وهذه وجدت مع والدها وتزوجت بها، تكاتبت ثانويه جيت لدارنا. المهم راكم عارفين حياة داكشي ديال البلية وداكشي، تهليت فيها ولات تصلي ولات تقرا القران ولات زوينه بحالتها ولات بخير، بقات معايا بخير مع والديا، ما كاين لا صداع لا مشاكل لا والو. المهم انا سترتها مفيش فهمت ديك الدريه مفيش تبقى تضيع وهادي في زناقي وهادي، درت فيها الخير مع الله سبحانه وتعالى وقلت على الله عسى وتصدق ليا وهادي، وداكشي اللي بغينا بغينا داكشي اللي فيه الخير. ودابا المده ديال شي انا تزوجت في المده ديال شي عام ونص، دابا باش انا مجوج بها المده دابا ديال شي 20 يوم، قالت لي صيفطني عند والديا باش نمشي نشوف والديا، والديا كاينين في اكادير، قالت لي نمشي نشوف والديا. قلت لها صبر واحد السيمانه قبل ما كنت نصلح واحد شويه في واحد المحل، قلت لها صبر واحد السيمانه قبل ما صلحت المحل ونقول الوالد قابل لي شويه وديك الساعه نديك روح واحد 3 ايام ولا 4 ايام ونرجع انا وياك. قالت لك والو صيفطني اليوم، قالت لك صيفطني اليوم وتتنتفح في شعرها ودير كو، قالت لك والو انا بغيت نمشي دابا ما صيفطتنيش اليوم ما يمكنش نجلس هنا. صافي شتعيت قلت لها يلاه نديك نوصلك، زاد حوايجها مشيت ديت المحطه قطعت لها في الكار انزكان ديال الكار ديال اكادير ديريكت انزكان، قطعت لها في الكار دوزتها ليه، هضرات معاه قالت لي بابا انا راني جاي راني في الكار، قال لها صافي راه جيت للدار ديالك، قالت لي صافي راه غادي نجي. صافي قطعات، قلت لها انت توصلي وصوني لينا قلنا انا وصلت، قالت لي صافي صافي تفرقت انا وبقيت راكب انا في الكار تخرج الكار من فات المحطه عاد نزلت. صافي تصيفط انا وياها ما صوناش الغد لي ما صوناش، وقت نتسناو باش تصوني تقول لنا راه وصلت ما صوناش، صونيت انا الوالده تقول لي راه ما جاتش، صونيت العائله ديالها تقول لي راه ما جاتش، عمتها خوالها تقول لي راه ما كايناش عندنا مدة نهار يومين ثلاثة ايام المدة ديال 20 يوم وانا ما عرفتش على تا اخبار. حتى البارح عاد صونات لي مع ديك الوقيته ديال العشاء انا خدام تصونات ليا ابن مرا بريفي، ما طلعت لا نمره لا والو، تد لي انا في الدار قلت لها تنصوني لباباك ما كاين، تيقول لي ما كايناش في الدار ما عليناش. انا هنا انا هنا ما فهمت فيها والو، لا انا حدا بني ملان انا قريب لبني ملان انا في اكادير لا انا في عند عمتي، المهم مزاقله في الهضره ديال مزاقياش. صافي قلت لي قطع، قالت لي الله عاونك يا قطع. صافي ديال المكالمه اللي سمعت منها دابا المده ديال 20 يوم مع قطعت معايا صونات الوالديه، قلت لهم واش كاين راه صونات ليا، قالت لي راني في الدار، قال لي راه الدار ما كايناش راه غادي تكذب عليك راه ما كايناش. قلت لهم راه صونات عليا دابا، قالت لي راني كاينه في الدار وهذه، قالت لي قال لي بابا لا راه ما كايناش راه تكذب عليك، شوف هي اش واقع عليها ولا فين كاينه وتتصوني عليك. قلت لها واش هذه دابا مرا خالي محمد، انا قالت لي صيفطني الوالديه وهي شوف علم الله فين كاينه دابا، اش غندير دابا انا. صافي نقطع صافي هادشي اللي كاين دابا، انا بغيت نعرف فين كاينه، واش كاينه في دارهم مخزونه، واش كاينه في شي بلاصه مخزونه، ولا اللي عارفه شي واحد يتصل بهاد النمره هادي ديال شوف تيفي خانات. الله يرحم لكم الوالدين، راكم عارفين انا الدريه هادي راه فهمت بغيتها وسترتها ودرت فيها خير مع الله وكذا وهادي، ما فهمتاش اش وقع على هاد 20 يوم قالت لك نمشي لدارنا، ما فهمتاش انا فين مشات دابا وهادشي اللي كاين. ولا كنت يا خديجه تشوفي دابا الفيديو ديالك وكذا، رجعي عدي للدار ولا سير بعدا عند والديك واتصلي بينا ونتهناو عليك ونعرفوك فين كاينه واش ديري نعرفوا مالك. دابا باقي مجوجه بيا دابا فهمت، باقا معلقه فوق انقيره دابا خصني نعرف مالك فين كاينه وفين هادي هادشي اللي كاين. انا هذيك راريت بيك راه ديرك عند عند مخزن الروشيرش باش بان راك خرجتي من الدار ما عرفتش فين كاينه، ودابا انا راه تلاقيت مع الصحافه راه عيط لهم تلاقيت معاهم دابا تندوي. كيفاش تلاقيتي مع خديجه من بعد؟ لا مستافدات لا فلوس لا حتى حاجه، انا برا ما معمرش راسي بداك الشيء ديالها هي، وخا هي تعاود انا ما عمرتش راسي بداك الشيء. صافي انا ندير اجر الله وهي تعاود لي داك الشيء، تنقول لها ما تبقاش تعاود لي داك الشيء بين صافي داك الشيء فات ديالك صافي خلي بيناتكم. وهاداك الشيء ديال الفلوس قالت لي راه درت تنازلات دوك الدراري واقيلا الواقع عليها مع المشكل، قالت لي درت لهم تنازلات واش تيقول لها صافي التعويضات ديالك راه ما بقاوش ينفعوك دابا ما يبقى لك لا تعويض لا والو ما خدات والو ما خدات حتى حاجه هادشي اللي كاين.